نفسها تسأل كيف الإنسان يجعل عمله خالص لله دون رياء. نسأل الله أن يطهر أعمالنا من الرياء وأقوالنا من النفاق، وأن يجعلنا نبتغي بأعمالنا وأقوالنا وجهه الكريم. أقول للسائلة معيار ميزان، بمعنى إذا استوى عندي وعندك ذم الناس ومدح الناس أبشري العمل خالص لله. بمعنى نفعل هذا العمل، مثلا أنظف أمام بيتي، الناس مروا علي أثنوا علينا خيرا، شيء طبيعي الإنسان بيسعد وينبسط يعني. اليوم الثاني مر الناس علينا ما قال أحد كلمة، فضاقت نفسي، قلت في نفسي لن أفعل هذا مرة ثانية، هذا العمل غير خالص لوجه الله. ليه؟ لماذا؟ لأن المقصود منه ثناء الناس. لكن إذا استوى عند الإنسان المدح والذم، يعني إن صنعنا هذا العمل الخيري أو غيره ومدحنا الناس جزاهم الله خيرا، إذا ذمونا وقالوا ما قالوا فينا كذلك جزاهم الله خيرا ولن ننقطع عنه، فهذا العمل خالص لوجه الله تبارك وتعالى. هي تقول لو أن أحد من الناس مدحني، أنا أخاف من الرياء جدا، فماذا أفعل؟ من مدحك قولي له غفر الله لنا ما لا تعلمون، وجعلنا أحسن مما تظنون، وألا يؤاخذنا بما تقولون، ادعون ربنا يقبل منا، بالمعنى العام البسيط. لكن لا أستطيع أن أقطع ألسنة الناس أو أن أكفها، فهذه الألسنة إنما هي صادقة لأنها تؤيد العبد في خطاه إلى الله تبارك وتعالى. يعني سبحان ربي، من أحبه ربي أحبب فيه عباده، ونص الحديث فيها واضح، الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، يحبه جبريل، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء فيوضع له القبول في الأرض، فلا تقع عليه عين إلا وأحبته لله عز وجل، على عكس اللي ربنا بيكرهه، فإن الله تبارك وتعالى ينادي يا جبريل إني أبغض فلان، يبغضه سيدنا جبريل، فينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلان فيبغضوه، تبغضه الملك، فلا يوضع له قبول في الأرض، لا يراه أحد إلا يقول لك قلبي مقفول منه، ما يعرفوش ولم يتعامل معه إطلاقا. إذن دائما وأبدا جدد النية، ولا علاقة لك بما يقول الناس، وقولي لهم ادعوا لنا بالقبول وربنا يغفر لنا ولكم الذنوب والأوزار، أمين يا رب العالمين.